وهلأ من كل أنحاء العالم فيكن تناقشوا موضوع سيري وانفتحت على الإنترنت zadenonline.com/chat. عودة لسيري وانفتحت. نادية من تونس، مساء الخير. تفضلي يا نادية. ألو، بونسوار. تفضلي. احكي مع الدكتورة. يلا تفضلي. دكتورة. عم تسلم عليك. هي هلا نادية. معك نادية. أهلا. بدي أسألك، مش عم بسمع الصوت بس. أنا سمعتك نادية. بدي أسألك، أنا عندي خوف كتير من المرض. إيه. أو الموت، وحيلا شيء إذا راسي بيوجعني أو حيلا شيء دغري بخاف، دغري بصير أرجف. نعم، شكرا لك يا نادية. شو ال هذا ما عندها؟ تشوف هون انا وقتها بيكون في خوف، هذا ما خصه بعدم الشعور بالامان. عدم الشعور بالامان بالنسبه انه هون الامان انا بقول بالله، لانه وقتها بيكون الواحد خايف من الموت، والموت شيء ما في مجال تهرب منه، فهون بده الواحد يتكل على الله. عرفت انه في عدم امان هون، في شعور عدم امان انه على طول خايفه من المرض، على طول خايفه من ال في تكون وسواس. اي وسواس. أكيد وسواس. في عنا إيميلز عم بيسألوا إذا ناوي تعمل جولة عربية بالمسرحية. والله في كتير وصلني كذا حدا عم متمنيين أعمل جولة. طبعا أنا كتير بحب، بس بفتكر عندي مشكلة مع حكومات الدول والرقابة تبع الدول. يعني بلبنان مش الحال، لأنه شوي نحن غيرت بالنص. طبعا غيرنا بالنص، خففت منيح من النص، وآخر شيء وصل يعني، وكتير تعزمت لأنه كتير أخذ وقت، يعني سنة ونص. عادة تدخل مسرحية جمعة وعشرة أيام، أنا أخذتني سنة ونص. بس سنة ونص شو عند الرقابة؟ روح غير، خفف وارجع، خفف وارجع. هلا تقري له اياها بالرقابة، عم بسألك عن بيك، طلع عنه بالرقابة عم تقري. بالرقابة طبعا طبعا، بس يعني لأرجع أقول، وقتها أجوا على الأفان بريمير وحضروا العرض، شافوا إنه الأسلوب مقدم بطريقة راقية، فرجعوا ردوا لي كثير من اللي كان من شاف. يعني تخيل قديه عنا. يعني أنا كثير مبسوطة، قبل كنت كثير مزعوجة، بس كان النص غير اللي صار يقولوا لك لا ما بصير ردينا. صار يعني شافوا إنه اللي انشيل راح بطل المعنى، فرجعوا ردولي. وشو حلو انك تحس انه عن جد الرقابه يعني اول ايه عم بيقول انه هذا لا عمل راقي، وعم بيفرق بينه وبين الاعمال السوقيه او اللي ما شو الفرق تنشيل. يعني شو خط الخاص بين خطره فيه، وانا عملت جاهده انه حافظ عليه، بس قدروا شافوه وردولي، فهذا شيء كثير حلو. شو الخط الرقيه؟ يعني خط انك بعطيك مثل، ما بعرف جاوبك، ما بعرف هلا مش عم بقدر جاوبك بهذا، بس بعطيك مثل، اذا حدا عم بيقول لك انت حلو، في يقول لك بطريقه تتقبلها وتحس حالك مبسوط انه انت تعجب ناس ثانيين، وفي حدا يقول لك انت حلو بطريقه كثير مرتبه لحسسك انه انت مرت وبتسبه. يعني حسب الطريقه، حسب الاداء، انت قد ايه انت راقي بطريقه نظرتك، فانت راقي بطريقه تقديمك للفكره. نعم. وعندكم شيء هلا عروض جايه؟ هلا حنوقف شيء 10 ايام او اسبوعين، حنرجع نفتتح ونكمل. هلا عم بدرس الاوفرز، لانه الحمد لله واسم الله صار جايين كثير عروضات. ممكن نكمل بالمدينه، ممكن نكمل بمرو. عم بدرس الاوضاع بعد، بس اكيد حنكمل، اكيد عم، لانه عم يجوا تليفونات يترجوا انه بليز وين كيف لازم نكمل، اكيد حنكمل. حكينا عن الناس المبسوطه، في ناس زعلانه كانت طبعا في ناس زعلانه. هلا بكره حيبين انه انا يا لطيف، بكره على في سجلنا حلقه امبارح، بكره حتطلع على الهواء. كان وجهه النظر المعاكسه لإلي تبينت، وكانه بس هيدي هي وجهه النظر الرافضه ومش متقبله، وانا عم بكسر حرمه المراه والتقاليد والعادات، وانا بدي كيت وضب. هذه كانت وجهه النظر اللي انا لقيتها كثير يعني حلوه. طبعا كل واحد حر ولازم. انت مبسوطه يعني؟ مبسوطه بالعكس. انا اكشلي انا كنت متوقعه انه كثير اكثر لقي هذه الردود الفعل، بس انبسطت انه عن جد من دون مبالغه 95% كانوا مع بقوه. طب تفهمي شيء انت هال 5%؟ ما بدي يطلع انه هل بفهمهم اكيد. شو بفهمهم. شو يعني كيف كيف بتتفهميهم؟ يعني شو مبرراتهم؟ ليك انا اللي ما بفهمه هو الهيبوكريت، اللي بيامن بشيء وبيعمل شيء ثاني او بكذب على حاله، هذا ما بفهمه ولا بتقبله. بس المحافظ ومقتنع ومبسوط 100% بفهمه وبحترمه. نعم. عرفت كيف؟ بس اللي هو بيكون عامل حاله محافظ بس بالحقيقه ما
منه محاطة. هذا ما بقدر اتحمله. هالازدواجية يعني. ايه طبعا هالازدواجية والكذب على النفس وعلى الاخر هذا ما بقدر اتحمله. فيعني ما بده كانه تبين انه بس هيدي وجهة النظر، بالعكس اذا انت شايفة هيك غيرك كثير شايفة غير هيك، ما فيك تحكم انه هول بلا ادب وبلا تقاليد. وصرت اتهم انه انا بلا تقاليد وطالعة من المجتمع. انت بلا ادب وبلا تقاليد؟ يعني انت شو شايف؟ لا عم اسألك يعني. انه اكيد بدي اقول اكيد ايه يعني انا، بس انه انا تقاليدي وادابي يعني مش ما بقبل تقاليد فرضت علي. اذا هيك سؤالك، التقاليد اللي فرضت علي مش مقتنعه فيها، رفضتها من اساسها كليا. مثلا شو اول شيء رفضتي؟ انه المراه اضعف من الرجال، المراه اقل مكانه من الرجال، ما لازم تعمل اللي ما فيها تشتغل كثير او ترجع لازم تضلها بيتوتية وانوعها، واذا حدا حكى تسكت لو ما كان لو كان ضدها. هول كل القصص انا رفضتهم. انا بامن ب المساواة الكاملة والحرية الكاملة، ما بامن انسان ومراه رجال ومراه يعني، ما حتى ضد الفيمينست، انا ماني فيمينست ابدا. انا بامن بالانسان يعني هذا الإنسان مطلق الحرية ومطلق المساواة، بس أنا بحق لي أعمل اللي بدي إياه عشان ما أذي غيري، ما أذيك بحال طريقة. هلا إذا أنت انأذيت لأنه أنا عملت هيك، في ناس إمبلا عم تأذيني نظري إنه سوري، لا معليش. إذا أنا إنه ما بعرف استغفر، بس إنه إذا أنا ما عم بأذي حدا أنا حرة أعمل اللي بدي إياه. مين 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 ليش حاكمني؟ بحترم، أنا مع الاحترام، احترم انت شو وانا مين. نعم، على كل الاحوال انا بدي اتمنى لك كل التوفيق. انت الاكيد اللي عملتي يعني ما زال الناس حبوا او ما حبوا، حركتي مشاعر بكل الاشخاص اللي حضروا هذه المسرحيه. بفتكر هذا شيء سليم للمجتمع. نعم، وهذا شيء يعني بدي ادعي كل المشاهدين اذا رجعتوا شفتوا اعلانات انه المسرحيه رجعت وان شاء الله ترجع وما كنتوا حاضرينها بعد، بنصحكم تحضروها وتسبوها او تحكوا عنا بالمنيح حسب انتم وقناعاتكم. ختاما دكتورة حبال، يعني كل الوقت عم نحكي عن عدم الشعور بالأمان، عدم الشعور بالأمان والمشاكل اللي بسببها. هل في حدا ما يعني ما عنده أبدا هالشعور وعنده 100% أمان وعايش حياته وعم يبدع ومبسوط؟ ما في أمان مطلق، ما في شعور، مثل ما في شعور بالأمل مطلق، ما في شعور بالأمان مطلق، في شعور باليأس مطلق. نعم عرفت. ما بعتقد في حدا مستقر نفسيا 100% بكل شيء. يعني كلنا بنشهد فترات من عدم الاستقرار، ممكن تروح وتجي وتغيب وتحضر مع شروط الامانه. حكينا ساعتين ويبدو مثل ما شفت من الاتصالات هالحلقه موضوعنا فتح لكثير مواضيع. شو هيك اخر شيء بتحبي يبقى باذهان العالم؟ اللي بدي اقوله انه في ظروف كثير صعبه بالحياه بتمرق وممكن تؤدي الى الياس، ولكن نحن بدنا نعرف انه هيدي الظروف نحن فينا ما نخليها تسيطر علينا، وبنعرف انه ممكن تمر باخر بنهايه المطاف بدها تمر، ما راح تضل هيدي الظروف، ونحن لازم نحول الياس الى امل. لا. ولازم نسمح انه نحن يعني نتعرض للياس املين انه نحن نقدر نطلع منه بامل وبامتنان وباكتفاء. نعم، شكرا لك دكتوره حبال نافوري، كمان شكرا لك، الى اللقاء الاسبوع المقبل بحلقه جديده من سيره وفتحت.